اهلا وسهلا يا ابو البيت. طيب البيت ما شاء الله، اهلا وسهلا. صاحب المعهد الشيخ عبد الغني، اللهم يا ربي ببركة سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وببركة وكرامة جدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، يسر لهم يا رب العالمين أمور الدنيا والدين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هؤلاء الطلاب من العلماء العاملين والحافظة القرآن الكريم، والطالبات استر عليهن يا رب العالمين، واجعلهن من الصالحات التقيات العابدات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المعهد منارة للعلم والعلماء، اللهم أفض عليه الخير والبركة والسرور ببركة هذا العلم وببركة هذه السنة الشريفة. اللهم يسر لهم شراء هذه الأرض، اللهم يسر لهم من حيث لا يحتسبوا، اللهم يسر لهم وارزقهم من حيث لا يحتسبوا. اللهم اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يا رب العالمين، وارزقهم من الثمرات لعلهم يرشدون. اللهم أفض علينا وعليهم البركة والرزق الوفير، بركتنا أمور، بركتنا رزقنا، بركتنا يا رب العالمين صحة والعافية يا رب العالمين لنا ولكم والمسلمين أجمعين. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس المبارك اجمعنا على حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك اللهم لنا في أيامنا وفي أوقاتنا وفي عمرنا يا أرحم الراحمين، واجعل منا ومنكم الذرية الصالحة البنين والبنات الصالحين والصالحات يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Bukunya langsung diambil. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله yang hati